من من خلقه طولي أنجا صالة شوني جاكا إيه بو الله يكاك على سر عرجنيه بو الله يكاك على دستيني يكاك على دستمين بو الله يكاك على ساقيني يكاك على ساقمين بو الله يكاك على وجهيني يكاك خوية فرمي وجه مهي بو الله يكاك كلا قيامتها نابين ريك خوية فرمي بين ريك أو الله يا فرستي كتوي فرستي آياء أو الله يا فرستي كخوي خوي بينا ساندوين لقرآن السنة نا والله وشيك ترى فرستي ويكاتك كم بيالين أما مسلمانية توم الله هر مسلمانة شو كشون يرجع كان شو يرجع كان يبي بو الله يانا بوجل الله جلاله كلا أخوي بينا سامي بو الله يانا كك أخوي داير رشتوه شيء ويا كتير زانة شو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم ورحمة وبركاته خي السربي مقطعكم بيني تمام مستأك بس ئەشاعیرەکان خدای ناپەرستن بەڵکو ئەوان خوایشی دەپەرستن کە ئەو خویە مکانی نیە ئەو خوایە ساقی نیە ئەو خوەوەجهی نیە ئەو خویە لە قیامەتتا نابیندرێ کە ئێمە ئاڵین ئەبیدرێ نی ئەو قسانە ئەک دیارەکەەوە ئەو ئاەتانەی کە لە قورآانی فیرۆززا هاتوون ئەو ئاەتانەی کە ئاياتیم متەشابین باسی یە دو و باسی وجه و باسی سااق بكواني لاق دي بقصي اوان لسر ظاهرة كي ارون لكاتيك او آية متشابهاتنا خواي قولي لقرآن في باسك أفرم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب فرمي خواي قولي او كوا دايب بزاندو كتاب كقرآن في من منه آيات محكمات لنا او كتاب آيات محكمات هي. هن أم الكتاب فرمي أو آياتاني كوا آيات محكمات أم الكتاب وكو كتاب وانا وكو كتاب وانا أها دايك حتسي منالوشتي هي أو دقرينا أو آية محكمات آيات آياتي مح... محكمات أو أنا وكو كان فرمون ما اتضح معناه أو إيه كمانا رونة يعني بون من أخوي يقول فرمي أقيم الصلاة هم خلق زانيك أقيم الصلاة يعني شيء يعني نوجا كانت الانزام بدا ياخذ خاي جورا أفرمي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خاي جورا ناشو به بهيت شتيكو خاي جورا دو صفتي شي هاي كوا سميع بصيرة كوا ابيستيو ابيني اون اياتي محكمات معناكه ان رونا معناكه ان ديارو اشكرا اذا خاي جورا فرمي واخر متشابهات أفرمي افرم القران ده اياتي ترهنا كوا اياتاني ترسنا فرمي متشابهات متشابهات أو أي كمحكمات نية متشابهات أو معنانية أو آيتانية كما معنى كي ديارنية كعلماء كانوا أو آيتانة دوتري كما استأثر الله تعالى بعلمه يعني أو أي كوا معنى كي أنا تعالى بوي خواي قولا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فرمي أواني كلا دليا يعني نخوشيه ها جنگ هي بدوايت تكون او اياتان أو ايات متشابهات بو بو فتنه بنينو با كيف خويا معناه كنو يعني معناه كي خوي غير فرمي وما يعلم تاويله الا الا الله فرمي تاويله معناه او اياتان تنها باري تعالى زان الان اوان دين صدقن كن معناه كنو بلا يكون لنا خلطشي بو نمونه سما بس مانكر خوي غير فرمي ليس كمثله شيء شيء نكيري ليس نفي كنفي داخل نكيري بو معناه عمومي هي يعني هيتش تيكني كوى بشو بهي تعالى شيء نكيري نفي داخل بيتا سيري وهو السميع البصير هاي جرد بصفتي هي كوى بي بسيرو بينر هو آياته محكمه بسي باري تعالى هل آية تشكال القران هاتبي باشا هل آياتك هاتبي كمخالف بي لقل او اياتي كو اياتي محكمه او دبي بيجيرين لبو آياتي. بو بونو بون من اخاي غورا افرم يد الله فوق ايديهم يد واتاسي معنا ناكري اتوي. معناي او اياتي دبي بلين ايمان مان بي بو اياتي بلام لسر او مانايك خوا ايزاني زاني خي ولا يعلم تاويله الا الله بس خوا زاني دي باش لبرسه لبر اياتي محكم معنا هيك افرم حتشبهك ومثلي شيء دي اگر تبي بلي دسته آه هما نايكيو دي هو مخالفني لايته آه محكماتك كواليسك مثل شيء ياخذ بلي خاير ساقيه لاقيه نعوذ بالله دي هو مخالفني لكاتك امام مخالفه لك خدي قران خواب بخوي معنىك يا زن باش نيا اياتي متشابه او ايتان كوا وهمي تشبيه لي ذكر باش وكل نصين اوهم تشبيها اووله او فوض ورم تنزيها ياخد فوضه او اول ورم تنزيها فرمي هل اعته او عقيده اشاعره صار رخنا غير الاشعريه كان فرمون دو مسلكين مسلكه شانسيه تفويضا هر نصك كواباس بارئ تعالى وابدا توهموا كوابوني تشبيه ليدي اخذ دست بوني تشبيه ليدي اي سيري بكين فوضه يعني صفة ويضهو يعني بلي علم علم آه, علم بونية بل كو خواي قويرا بخوي أزاني ما كيسيه أو أول ورم تنزيها ياخد تأويل بك بما نايك كأو ما نايا لا يقبي بباري تعالى يعني دبي إذا أفرمي ورم تنزيها أو كاته أتو تنزيه باري تعالى تكردو سنك تنزيه باري تعالى لهم السفتشي ناشرين واجب بو كسيم السلمان سنك سیفەتی کەمالی هەیە ئەنی نابێ نەقس دەینە پاڵ باری تالە اینجا ئەمە قوڕئانی پیرۆست کەوا فەرمیێ وایەتە متەشابی هاتانە تەنهاخوای گەورە ئەزانێ ماناکەی چییە؟ و ئەوانش کە دڵیان ژەنجی هەیە بۆ بڵاوبوونوی فیتتنە بە دوای ویاە متەشابی هاتانناکو چکە وایەتانە متەشابی هاتن باسی باری تەعاالایە یعنی باسی باری تەالە ئەو بە ئاسانی باس خوای گەورەلاقیی هەیە دستی هەیە و ئدە باششە ئەتوو ئەو خخوای نپستی کەەوە عشاقیرە ئیپەرست. يعني شاعر تشينا شاعر سوادي اعظم امه ملاك ريكار افرمي زوري نهر زوري امه اشعري ما تريد بوينه لا يزال ملاكاني كل هر همي اشاعر ما تريد بوينه اما بيس قالوا خافر رب العالمين فر يعني ايات متشابهات بس خا ازان معناك باشنيا دعاي خوشي اسمه انا فرمي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله دير بكنا ولا آيات نشانا كان باري تعالى بو قدرة وبديار بو بديار فكر ما كانوا رومتن لباري تعالى لا تدركه الأبصار هج عقل بينات يعني سي أو صفة نقصانة كدستة مكانة يانسية وخاي قراري أدي أما مذهب أشاعرك مذهب أهل سنة وزماعة سلف وخلف دوداني يعني باشا تفيز يعني سي إيمان بو آيتي هي أو أنا باري تعالى يد وجه ياخد ساق بلان بس ما نايك بو ما نايك باري تعالى إيزاني عقلي من ناقة او كأو صفتة أو تفيز كسلف صالح أو آيان يعني كردو ود من هذه الشيء تريها تأويله تأويلي بكي تأويلي لحالات حالة الضرورات نايك كأو ما نايا لا يقبل بباري تعالى نو نق نقصاني به بباري تعالى طبعا أو تأويلة شيء كرديت إمام بخاري كرديت كيك يقبل ولا أئمي حديث يك يقبل لو زات جوره إسلام ككتيبة كي أو كوا بخاري لدواء قرآن بيروز لو حديث كوا يضحك الله فرمي يضحك بمعنى رحمته يعني خايف يقولك بعبد فيكني بمعنى يعني وكل إنسان فيكني بقول رحمتي لجلاك تمشى تأويلك

امام مالك سل مدينه فتوى داو وكسف فتواي ندا لبر امام مالك تيدا يعني صلى في صالحة إمام دار الهجرية إمام مدينة شاركة في غنبري صلى الله عليه وسلم أو عبقرية أو عملاقة كواب يعني جورى إمام مالك بمن باس ناكري تون باسي شون تون جابدات إمام مالك أفرمي ينزل أمره ونهيه أفرمي أمر خواه أبازي. نهي خوي جورا داد بزن نجباري تعالى آخر نزول يعني سي يعني لشوينا شيء برز بيت شوينا شيء نزل. ده هو صفة بشر صفة بشرة أي خوي القرآن أنا فرمي أه. حز مثلي شيء نية مالك وات ويلي كا كلايق بباري تعالى ياخد سلفش يعني بعض يشيش فرميان إيمان من بوحدي سهل حر زور سلامته تفيز أو يك إيمان من بوحدي سهل ايمان من ايته كان هي بهمو حديثه كان هي بلام بس ما بو معناي نايك تعالى ايزان نو كبو معناي انسان كان ليش ادنوا باب زانين صالح بعض زشان كواتار ائمه اسلام كامام ابو حنيفه امام مالك امام احمد امام الشافعي قولا كان يوم ديني دبره حديث صفات زاني تصدروا امام ابو حنيفه افرمه ويتكلم لا كلامين خاي جورا قصا أكا بلامك قصا إيمانا ويسمعوا لا سمعنا خاي أبيستي أبستي بيستني بستني إيمانا في يسيب آلة به بجوي ونازان مسيوسي ونحن نتكلم أفرمت إمامي أبو حنيفة إمامي أعظم إمامي أبو حنيفة كإمام الشافعي أفرم همو فقهاء عيال من الله إمامي أبو حنيفة لفقهاء أفرمين نحن نتكلم بالآلات إما قصا أكين بآلات في اسمان بزبان هي في اسمان بزار هي الله تعالى بذي على قصائك أفرمي نحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف خاي جورا صيحة ببي آو بيسي بآلة بحروف بي حروف قصا كردن أو زورشتانا حروف أفرمي مخلوقة الله كلام باري تعالى غير مخلوقة وهو شيء لا كالأشياء يعني هم صفة كان كدريت بعض باري تعالى لكتاب ولا متواتر لحديث صحيح ثابت يكن بلام نوكو وكو او ماناي كوالا مخلوقات زي جي او قول امامي ابو حنيفه كلفق الاكبر وافرمي كباسي دوري ونزيشي خوي غور ذكر لعبدكاني افرمي سي امامي ابو حنيفه افرمي دوري خوي غور لعبدكاني يا خو لا عبدكاني وعبدك هو معصية زورا كاتن دورة ببيع كيف ويبري أوند أوند دورة لا أوند نزيكا ببيع كيف يتر أوا يعني نبي كيفيت دابني للمبارئ تعالى نخا يقول ابو شيوي ابو شيوي عقلي ام ابي نا انزاك تشترلو انا كوا امام مالك امام مالك ابيش همان مان سياري لي ده كان كامام ذهبيه افرمي والمحفوظ عن مالك رحمه الله تعالى روايه الوليد بن مسلم انه ساله عن احاديث الصفات عن احاديث الصفات أفرمي أوي كرواتي كوا محفوظ ورجي لا مالك درباري حديث كاني صفات يعني كوا صفات باري تعالى أنا أفرمي إمام مالك أمر كما جاءت بلا تفسير جوان. بس اللي دابر روبي خوينا رو إيماني شت بيهبي والله تفسيري مك إما درشي حقيقتي أو صفات يعني باري تعالى ناك تخاك أو سلامته ياخد بمعنى يقلي بديته بكون مخلوقات لأو مجسمو مشبهة نبيسي والله إمام مالك أبو شوية أفرمي بسري دابرو رو بيخوين رو إيمانت بيها بي والله تفسيري مكة إمام أحمد إمام أحمد جبه همان شيوية هروا أفرمي إمام شافعي درباري الصفات كبسيار اللي دربار درباري استيواء ها. أفرمي آمنتو بلا تشبيه إيمانة بيها بو آيت ثم استوى على العرش بدأ أو يبيشوف هنا بمخلوق أخر توك قوت خايف يقول لسر عشير دانش تيا ديش شو بهاندد بخ بمخلوق شو كأوي هي شيء مخلوقة بشرة مخلوقات هم مخ مخلوق مكان ينهي دي خايف يقول دور اللي هو مخلوق كهاب خايف يدور أفهم إني خلقه كمان لا يخلق أي أو خايف أو أويك أوه كهاب شد دور الزكاة أوه مخلوقة ودور السكرة زي ما مش عارف أفرم آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الامساك أفرم نفسي خوم اتهامكم كان بويك وانا درشي خواي قوله بك حقيقة باري تعالى بزاني وامسكتو عن الخوض فيه وهلو خم دور دقرم لو يكوار روبتم لباس كردين ذاتي باري تعالى ولو آيتانا زور زور خوم دور دقرم يعني صليب صالة او هابوين او آيتانا كباس خواي قوله دقري هل خوان دو يتيانا وما نهي يعني معناه كي بس باري تعالى زاني آيتي قرآنا وما يعلم تأويله إلا الله معناه كي شيء أزاني تنها خوي جورة معناه كي أزاني إمام أحمد كوري حنبل كمان في سيارين لإمام أحمد إيش كت دار كوا حديثي صفات أو إمام أحمد سي فرمو طبعا علي كر عيسى أفرمه حد أن حنبلا حدثهم قال سألت أبا عبد الله أفرم بسيارم كر لا أبو عبد الله كإمام أحمد أفرم لو حديث أنا بسيارم كرد كوا روايات كلاون درباري باري تعالى الحديث حديث ينزلو كوا ينزل كل ليلتين خواي جورا لهم شهداء بزيو وأسمان الدنيا وأن الله يرى لو يك خواي أبين ريو وأن الله يضع قدمه أويك ك خواي في أخاتنا ودوز خوا وأو آية تانية تريش كوا متشابهات إمام أحمد فرمو كراو إمام أحمد إمام أحمد يجمل بين حديثي إلى برو أو ذات في صالح يعني أفرمسي إمام أحمد الجواب فرمو نؤمن بها إيمان من فيها هم بآية وهم بحديثك كان كباس صفات خاي جوراك ونصدق بها وهروها يقين تصدق من فيها بهم وحديث آياتنا بلام ولا كيف ولا معنى ها ما به كيف ما به معنى هذي يعني أتو يد الله فوق أيديهم نابي بلي دست. مخالف لك قول الإمام أحمد كسلفي صالح. يد الله ما معناه يقول دست. كل شيء هالك إلا وجهه نابي بلي وجه يعني الرخصار. يد الله فوق أيديهم. كل شيء هالك إلا وجهه يوم يكشف عن ساقين. ساق نابي بلي لاق. إمام أحمد في معناه نية إيمان ما نبيع هي. تصديق ما نبيه هي. بابي كيف بابي معنى. أو سلفي صالح. أو ترى ايما غوري إسلام. يعني أفر منسل. أفرمون معناكي باري تعالى إزاني خوين دور جرتوا لمعناك رنوي أو نصان إن زايك لقصة كان شيء أو يا فرمي أشاعر كان معني بالرؤية بيني باري تعالى ني أما درين دبندري بلام أو ناب نا نابندري أما يعني افتراء تمشى حرص كتابي أشاعر هي تمشى يبكى لحم كتاب كان إثباتي بيني باري تعالى لبهشتاك لها مكتبة يعني أوي ملابي فقيتي كردبي بي تواي كردي بي عقيدة نسفية كخوين دوا أفرمي ورؤية الله جائزته دليل إيش بيغمبر في غمر مساء قلت فرمي سي خواي أمي وبدبينا ده ديارة في غمر أزاني زانية في أو نبي علمي بوي هبي كخواي قلت جائزة بيندري أما الدنيا أصلاً في منوع الدنيا إيش في بيندري حرفيش منوع في غمر يخاص الله عليه وسلم الدنيا خواي قريبيني لا إسرامي في نيوية قولي ابن عباس إلا سرك أفرم في نبي في إبراهيم خليل الله, الله بي في موسى كليم الله بي في غمر خوشمان الرؤية بوها بي خواهي قولي في نيوية يعني او افتراء بزاري اشاعيره وكي كوا وانية لناقصة كان بس بوته بو خوش شيرن كي زماعة شيرين شيرين كي بلان بدرو وببختان بس بخو ناشير نبي أو روج نبي، نبي، دوج نبي، أو راسيانا أشكرابن

في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم. لما شاه خاب صلى الله عليه وسلم. فرمة لا تفتحنا القسطنطينية فلا نعمل أمير وأميرها ولا نعمل زيش وزيش. فرمة القسطنطينية فتحها باشتين أمير أو أميرية فا القسطنطينية فتح داك. باشتين زيش أو زيشة أو فتحية يكاك سلطان محمد فاتح يسوي سلطان محمد فاتح كسي شيء. ما وما تريد وكما تريدي, تريدي أشاعير كان عجلة فروعه فرقان هذي. إذا ذكر خوا ینی کەسک مە دەحبکە کە ئەو کەسە خخوای نەپەرستینا عزبی لە بەخسەیتۆ ویه عنی ئەما مووی قسەی چاواشەکاریە پێویستە خەڵک تێبگا خڵک هەر جزاکە لاو جزاکە لا باس نەکە بگەڕێتەستبیی ئوشتانم کە ئوشتانە ب دۆزیێتەوە بەخۆ بخوێنەوە. ناو کتێبەکان چکە ئەشاعرە لە کەس وە دژەکەواش عریبی نگو کەس کە دژی وویبی چکە دایم دژمن ئەو شتانە باسەکە کەوا دژمنەکەی خۆی پێنا شیرم کرد.